امبارح بقى في لقطه كانت حلوه في المؤتمر الصحفي لمباراه الاهلي وسيمبا التنزاني. الاهلي وحرس هناك موسيماني فيه على تحيه الحضور من الصحفيين، كان لقطه جميله جدا وكتير اتكلموا عنها في السوشيال ميديا. هو اول ما دخل يعني حيا الحضور باللغه بتاعتهم، ودي حاجه للي يفهم الشعوب يعني الافريقيه، حاجه بتقرب زي ما بيقولوا المسافات لمخاطبه الاعلام والجمهور. خلينا نقول برضو ان احنا ما ننساش اننا بنلعب سيمبا على ارضه زي ما قلنا كمان وسط جمهوره، ده عامل كبير جدا. موسيماني ذكي وفاهم المنافس جيد جدا، الجمهور والاعلام الافريقي اكيد كمان هو عنده درايه ازاي يعني يكسبهم. موسيماني اتكلم خلال المؤتمر عن مواجهه سيمبا التنزاني وتاثيرها على مشوار الفريق نحو بقى صداره المجموعه، وقال اننا بننظر لجدول المجموعات هذا الموسم بشكل مختلف وبنسعى لحسم التاهل مبكرا على عكس الموسم الماضي اللي حسمنا التاهل فيه على حساب الهلال السوداني في الجوله الاخيره. ده بقى الخطاب بتاعنا. لكن فكره هنا يعني انا وانت مختلفين سنه في الجزئيه دي. الخطاب بتاعنا دايما احنا لا نقلل من فريق منافس، حتى لا نلعب دور او فكره هنا حرب نفسيه على اي فريق. شوف بقى تاريخ الاهلي من امتى لحد هذه اللحظه، ما اعتقدش ابدا جمهور الاهلي عمره دخل على السوشيال ميديا او كان خطاب الاعلام ان احنا بنهاجم او بنحاول ان احنا نرعب يعني الخصم الاخر من خلال الحرب النفسيه. فهو ده اللي انا بتكلم عنه. شوف احنا خطابنا ايه وشوف خطاب البعض ايه. انا كان كلامي اكتر، انا مش بتكلم خالص على الجماهير، انا كنت اقصد يعني هوند فكره المانشيتات الصحفيه اللي بتنزل في الجرايد والصحف الرياضيه واللي بتنزل في المواقع الرياضيه المختلفه. لازم بتلاقي ان كل صحفي عايز يعمل كده ايه، عارف، يحبش الحدوته، يحط لك عنوان يجبرك ان انت تبقى عايزه تدخلي تقري التفاصيل بتاعته ايه. مناوشات صحفيه بركد طبعا، بعيدا عن الجماهير. الجماهير طبعا مقياسها السوشيال ميديا. يعني انت بتتكلمي في الجزئيه دي صح، السوشيال ميديا، ودي طبعا برضو الامر لا يخلو فيها من ان كل مشجع لكل فريق لا لازم دايما يعني ايه يقلل كده من شان الفريق المنافس وينفخ من ذاته، والنوع ده من الامور الى حد كبير برضو وارد في البطولات اللي زي كده. طبعا رجوعا للنقطه اللي نهاوند كانت بتتكلم فيها، ان موسيماني طبعا دارس الفريق كويس جدا وقال انه بيمتلك عناصر جيده، خصوصا اللاعب الموزمبيقي لويس اللي كان عارفه من فتره طويله من ايام لما كان بيشتغل مدرب لسان داونز. كل ده بيؤكد ان احنا طبعا قدام يعني فريق قوي، وامامنا مباراه كبيره ان شاء الله ومنافس فيها فريق منظم الى حد كبير، لكن احنا كالعاده بنسعى لتحقيق نتيجه ايجابيه لحسم التاهل المبكر عن هذه المجموعه. وطبعا زي ما قال كابتن ايمن اشرف مدافع النادي الاهلي امبارح، قال لدينا ثقه في انفسنا، فنحن ابطال القاره الافريقيه ولدينا طموحات لمواصله المسيره الناجحه للفريق هذا الموسم. امبارح كانت تقسيمه بقى الاهلي، كان في تقسيمه قويه جدا للاهلي في المران الاخير قبل المواجهه، والمران الختامي ده شاهد مشاركه تحديدا مروان محسن مهاجم الفريق بشكل كامل في التدريبات البدنيه وكمان تقسيمه الكره. نرجع نقول مره ثانيه بندعي لفريقنا اكيد بالفوز، ودايما فريقنا معودنا ان هو زي ما بيقولوا كده على قلب رجل واحد، يعني في هدف واحد وهو النجمه الافريقيه العشر. يمكن احنا بنقول على الصباح ايه 10 الصبح في الاهلي، أيوة. وفي طريق العشرة ان شاء الله ماشيين كده لتحقيق الهدف ده، يعني خطوه بخطوه ومباراه ورا مباراه ورا الاهلي باذن الله. طبعا في تقليد مهم جدا بيتم دايما في كل مباريات النادي الاهلي، حاجات كلها بتدل دايما على ان ده الاهلي الكبير، الفريق الكبير العظيم اللي بيحظى باحترام كل الانديه في مختلف دول العالم. امبارح السيد محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي رئيس بعثه الفريق الاول لكره القدم في تنزانيا، كان حريص على تبادل دروع وشعارات النادي مع باربرا جونزاليس وهي المدير التنفيذي لنادي سيمبا التنزاني، وده طبعا في اطار العلاقات الطيبه اللي بتجمع ما بين البلدين والناديين. دي حاجه برضو ليها مدلول دايما، ليها علاقه بعراقه النادي الاهلي، وان الانديه الثانيه المنافسين شايفين النادي الاهلي ازاي، حجمه في عينيهم واصل لدرجه ايه، وقد ايه في علاقات طيبه دايما بتربط ما بين النادي الاهلي وبين مختلف الانديه كالعاده. طبعا يعني لفته جميله جدا، والاعلام بقى هناك لو هنتكلم على الجزء الايجابي لا تحدث بشكل ايجابي جدا عن ما حدث. وبص زي ما احنا بنقول يعني في الجيد وفي في مبالغه بشكل برضو يعني اعتقد شويه سلبيه، بس اكيد اللي احنا بنشوفه ده والمشهد ده اكيد حاجه جميله جدا.